يا مساء الفل والحب والطاقة الإيجابية على كل اللي بيتابعونا في برنامج شارع النهار مع ريم البارودي. يوم جديد وحلقة جديدة وأكيد أفكار جديدة، يا رب إن شاء الله تعجبكم. تعالوا أفكركم بسؤال الأسبوع ده. عيلة بتتكون من 6 بنات وأخ لكل منهم، فكم عدد أفراد هذه العائلة؟ 7 أفراد، 9 أفراد، 14 فرد. ابعت الإجابة الصحيحة SMS على رقم 2204. كل أسبوع هنختار شخصين، كل واحد فيهم هيفوز بشاشة تلفزيون. كل ما تبعت أكتر أكيد فرصتك في الفوز هتزيد. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقراتنا. تفضل. رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم حلقتنا، وضيفي دلوقتي اللي منورني ومشرفني جنن الاستوديو بقلاعيبه وخدعه البصريه. يا اهلا وسهلا احمد عماد. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الساحر؟ بحاول يعني بس مش بجد. لا الساحر دي دايما بتبقى حاجه حلوه بتبسطنا كلنا. اه اكيد، هي او اي بني ادم في الدنيا او جواه ساحر صغير يعني عايز يبقى عنده حاجه مختلفه عن الناس كلنا كلها. يعني عندنا ساحر صغير، كل بني ادم فيه ساحر صغير كده، بس هو يعني في ناس بتبقى حابه الموضوع اكتر، بس اي حد في الدنيا بحبه عجباه فكره ان هو يبقى مختلف يعني. عشان ابقى ساحر اعمل ايه؟ هو مش ساحر بجد، هو مثلا هي خدعه بصريه. خدعه بصري، اه. هو بتحتاج بس تدريب وان انت تكون يعني حاببها. اه خفه يد او خدعه، بس مش كل الناس تقدر تعملها ومش كل الناس تعرف تعملها. زي الرسمه مثلا، هي بتبقى تحتاج ان انت حابه الحاجه. طب ما تورينا بقى كده. كده كام حاجه بس ما فيش حاجه نتخض منها. لا لا ماشي، هحاول. اتحاول؟ لا ما تحاولش، هتلاقيني بجري دلوقتي حالا بره. نعمل حاجه عاديه جدا بال تمام. كوتشينه؟ لعبه كوتشينه يعني، مش حاجه صعبه. ماشي، اي حد ممكن يعمل لعبه كوتشينه. تمام، ناخد بس الكوتشينه. اتعلمت يعني الخدع البصريه دي منين وخفه اليد هي اول ما بتبتدي بتبقى يوتيوب، ومن بعد كده بتدخل في مرحله الاحتراف، تبتدي مثلا لو تجيب مثلا تشتري فيديوهات، تشتري العاب من بره، حاجات زي كده. بقالك كام سنه يا احمد؟ انا يعني بعمل برفورمانس عروض وكده من وانا مثلا في اولى ثانوي، حاجات كانت طبعا مدارس عندنا وكده. يعني بقى لنا كام سنه؟ بتاع 6 سنين مثلا. 6 سنين. تلعبني اول لعبه؟ احاول يعني. حاجه بسيطه. ماشي. حاجه بسيطه جدا يعني. تمام. انا اوري بس الناس ان الكوتشينه كلها ارقام مختلفه او حاجات زي كده، يعني مفيش كل زي بعض. تمام. ممكن بس حضرتك تختار اي كارت منهم براحتك. ماشي. اوكي انا تمام. هديها شوف الخفيف او ممكن تديني كارت تاني. اديهولك من غير ما تشوفه بقى؟ لا لا خالص. ماشي، هديها شوف الخفيف لو مثلا ايه زي لخبطه بسيطه. انا عارفاه. حضرتك فاكر الكارت صح؟ ايوه. بص انا مش متاكد بالظبط، بس هل هو الخمسه او الاحمر؟ لا بجد؟ ربنا. عشان كده معايا حاجه هنا انا مسميها محسن. محسن؟ انا مسميه محسن. تمام؟ حضرتك شايفه ايدي من محسن؟ هو شفاف يعني. مساء الخير يا محسن. طب عايزين نرحب بضيفنا اللي منورنا ومشرفنا. محسن معانا. محسن ده واحد صاحبي. ماشي. فهو انا دايما بستعمله لما بغلط. اه. ما بستعملش كتير، بس انا ببقى جايب احتياطي عشان لو غلطت كده عامل بلان بي. ماشي. فهي مش الخمسه صح؟ لا يا فندم. اوكي مش مشكله. احاول ان انا استعمل محسن بقى عشان ادير على الغلط اللي انا عملته. تمام. مش في العاده بغلط يعني، ممكن الناس بس تقول ان انا غلطت كده، انا مش في العاده بغلط، فانا احاول ان انا اصلح غلطي. تمام. كارت حضرتك مش الخمسه صح؟ لا يا حبيبي. اكيد صح؟ لا والله يا احمد. الناس شايفه الخمسه؟ عايزك تبصي على الخمسه وتفكري في الكارت بتاعي، اوكي؟ يا عم مش الخمسه، فكر فيه ليه؟ فكري خمسه وخميسه. فكري بس في الكارت بتاعي، مركزه على الخمسه؟ مركزه. لا ما تهزرش. لا ما يهزرش. لا ما تهزرش. ما عملناش ستوب يعني. لا ما تهزرش، ما عملناش ستوب. مش عارف ايه، ما اعرفش، لعبه بسيطه لسه في حاجات اجمد. طب بص انا هحاول حاجه ثانيه. انت عارف انا افتكرت انك اللي هي فين وهتطلعها، اللي هي اللعبه القديمه دي بصراحه. كنت يعني هشكر الاعداد جدا بعد بعد الحلقه. لا جميل قوي السحر. كنت اقول لهم جميل قوي السحر ده بصراحه.
طب وبعدين؟ ماشي هحاول حاجة تانية، بس أنا معايا حاجة كده أديها لحضرتك. ده علم عزيز عليا قوي، بس سيبيه كده يعني خليه معاك. هنرجع للآخر. ماشي. أنا بس محسن خوفني دلوقتي. أحمد. ما تقلقيش. أعمل إيه؟ خليه أنا مثلا أو لو عندك جيب. في جيبي؟ أه. أوكي. هرجع له بعدين يعني، هو علم عزيز عليا. يا عم على راسي. أنا معايا هنا حاجة اسمها الضباب القاتل. أه. تبع سلسلة رجل المستحيل، كانت مشهورة قوي زمان. كنت بتفرج عليها وكده. دكتور نبيل فاروق. بالظبط. فانا احاول مثلا ايه اعمل يعني اجي كده بالكارت اللي معايا وحركت لي ستوب في مكان ما هقف عنده بس ايه تمام شبه واضح اكتر حتى حركت لي ستوب ستوب هنا ولا اطلع ولا انزل ماشي اوكي تمام ايه بس الكارت ما شفناهوش ولا مش لا معلش مش هنستفاد بيه عايز بس حضرتك تحفظي رقم الصفحه مش عارف الكاميرا تبقى شايفه الله انا هقولها لك اه اوكي تمام عرفتها خلي معانا نرجع لها بعدين مش مشكله تمام ممكن حضرتك تمسكي الكارت الكتاب عادي الكتاب تمام اه بس مفيش حاجات مفاجئات والنبي عشان قلبي خفيف كتاب يعني مش ما لا ما انا عارفه بالنسبه لك اوكي تمام هو حضرتك ما قلتيش اخترتي رقم ايه في الصفحه اخترت صفحه 57 57 لكل الكاميرات 57 57 ولا 75 كام 75 ولا 57 لا والله 57 مش متاكد بالظبط طب ثانيه افتحيها كده اوكي يا ماما طب وريها للناس بص ان هي مقطوعه عشان انا ما اعرفش الكتاب كان معاكي الصفحه مقطوعه ثانيه واحده حبيبي ثانيه واحده انا اخترت صفحه 57 فتحت دلوقتي على 56 و57 مقطوعه انت كنت واقف قدامي ما اعرفش محسن ماله ما عملتش حاجه والله حضرتك لسه معاكي القلم اللي انت بتقولي قلت لي عليها ايوه يا حبيبي والنبي والنبي مفيش حاجه والله والنبي انا قلبي خفيف مش بتعطف حاجاتي بالراحه ما تلاقيش هو بس يعني عايز تطلع بس هو عشان هيفرقع بس لا بهزر مفيش حاجه لا بجد لا 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 ممكن تاخدي القلم بس لا عشان لا لا ما يفرقعش والله لا 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 ما تلاقيش والله عايز بس افتحي القلم في حاجه جواه لا افتحه انت ما عشان بس الناس ما تقولش ان انا بخون والله مش هيفرقع لا ما تلاقيش بهزر. رئيس التحرير احمد هاوير بيقول افتحيه ما تخافيش هو اول واحد عايز يخلص مني بس تلاقيش بس والنبي والله ما اغلى حاجه ما تلاقيش انا مش هعمل حاجه افتح هنا ولا لا كده اه براحتك خالص مش هعمل حاجه والله طيب خلاص استنى لا ممكن تطلعي كده ما تهزرش الورقه بتاعت 57 اللي انا اخترتها مش عارف افتحي كده نشوف ما اعرفش وحياه ربنا وحياه ربنا لا مش عارف ما تقطعهاش عشان عايزين بس نتاكد هل هي نفس القطعه ولا لا نتاكد ايه يا عم بقول لك انا قرنيها كده بالقطعه اللي في الكتاب 57 57 57 انت عارف لو حد يعني مستضيفك تاني وحياة ربنا وانا بتفرج عليك ما هصدق والله ما هصدق ممكن لان انا هقول ده شغل مونتاج الصراحة يعني و يعني انا لو مش واقفة قدامك وانا اللي بختاره والله ما هصدق يعني دي خدعة بصرية وخفة يد غير طبيعية غير طبيعية ممكن. محسن بيساعدك في ايه لو غلطت بلان بي على طول ام محسن عمره ما بيجي متاخر عليك يعني لا بلان بي كده على طول هتلاعبني حاجه تانية؟ اه هو ممكن لو محتاجين حد تاني مثلا يا سلام محتاج رئيس التحرير لو سمحتوا استاذ احمد الهواري يبقى عندنا واحنا يعني كده بتحضر هو يدخل علينا البلاتون احنا ما بنعملش ستوب استاذ احمد الهواري يا ريت ينزل يبقى معانا ها كمل اوكي هو عبال ما يجي بس يعني حضر الكوتشينه كلها ايه ارقام وصور وحاجات مختلفه عن بعض صح طبعا اوكي اللعبه دي صعبه عنيفه لا لا خالص عايز حاجه صعبه الرئيس التحرير خلص. مصدق انه يجي بص عايز حضرتك بس تقولي لي ستوب اوكي دي اللي هيلعب معانا فيها احمد يعني لازم نبقى اثنين طب استنى لما يجي تعرفني كده يعني تمام وايه ده؟ ايه ده؟ هنرجع لها في الاخر هنرجع لها في الاخر؟ اه
أيوة. انت كل شويه بتفكر في العاب، كل شويه بتفنن، كل شويه هو عندك لازم يكون افكار. لا هو بتتابع مثلا صحراء من بره، يبقى في مثلا فكره عجبتك ممكن تخليها بتعملها بطريقه تانية. نفسك تبقى ايه احمد؟ يعني بتشوف بتتفرج على بره مثلا زي ديفيد كوبرفيلد، تروي، داينامو، كريس انجل. حاجه رائعه، أكيد. حاجه رائعه. احنا مستنيين احمد قبل ما يدخل لنا. بتتابع اول باول؟ اكيد لازم، لان هو المجال الحاجه دي متجدده زي اي مجال في الدنيا، فهو كل مدى بينزل مثلا حاجه جديده، افكتات جديده، مثلا بتابع مثلا طريقه جديده لعرض اللعبه. بتعمل مثلاً حفلات بتشارك فيها؟ بتشارك فيها. بعمل استعراضات كبير. بتعمل استعراضات كبيره. دايما الساحر فكرته ان مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. احنا جاهزين اهو. تمام. انا قلت تشارك معانا. تمام. حاجه بتقرب علينا كده شويه. لا احمد هواني. اوكي. بص عايز حضرتك تقول لي ستوب في حته. ماشي. ستوب. اوكي. عند الشايب. مش عايز تغير رايك؟ وريه الكاميرا طيب. لا انا شفت الشايب، انت تاخد الكارت اللي انا ما شفتوش؟ ده؟ ماشي. اوكي وممكن توريه الكاميرا براحتك يعني. اوكي. ماشي ممكن حضرتك تقولي لي ستوب برضو؟ حاضر. ستوب. اوكي. أربعة آخر كلام؟ لا أنا هاخد الكارت اللي مش شايفه أنت. ما احنا هنعمل كده. ما تغلطش. تمام. أنا ممكن أشوف الكارت عادي. تشوفه عادي؟ اتفضل. حضرتك معاك 10 وحضرتك معاك 7. تمام. ماشي ممكن تحط الكارت بتاعك جوه هنا مكان ما في أي مكان في النص. تمام اوكي. وهنحاول إن أنا إيه أغطي عليه، ما بلعبش ولا بعمل أي حاجة. هعمل بس كده. فكرت حضرتك هيبقى مقلوب، هيبقى الكارت الوحيد عكس الكوتشينه كلها. احنا لسه ما خلصناش اللي بنعمله في الناس بتعمل علينا. هحاول اعمل حاجه ثانيه، هاخده ثاني وارجع بس في النص عشان برضو ما نتلخبطش وكده. ماشي ممكن تحطها برضو في النص في اي مكان. وحياه ربنا ما مصدقه في النص صح. فلو انا جيت مثلا عملت كده تلاقيه برضو بقى الكارت الوحيد يتقلب عكس الكوتشينه كلها. العشرة. تمام. طب بص انا هحاول اصعب الموضوع شويه، ممكن حضرتك تعمل ايه كده؟ بقول لك انت 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 بتعمل العاب كتير. عندك حاجه بتخفي المذيعه؟ ممكن مش بس كده. انا مش هتخفي رئيس التحرير. طلع كده. اقول اعمل كده؟ بس مش دلوقتي في اخر الحلقه بس اخلص. طلع كده وتخدمني؟ لا مش كده، مش كده دلوقتي تخلصت الكوره. طب بص دمرتيني. ايه ساحر ليه يا ريم؟ انت داخليني في الساحر ليه؟ داخليني في فكره الاكل اكل. انتوا مدخليني في لازم المطبخ. تشارك، لازم تشارك. هحاول اعمل حاجه اخيره. بص ممكن حضرتك تعمل ايه كده؟ اوكي خلي 10 هنا الكارت بتاعك، ممكن تحط ايدك فوق. والنبي ما كهربنا مع بعض. احنا مع بعض بس ما كهربناش يمين ولا شمال. اي حاجه بس اضغطي جامد. تمام. والنبي لا 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 بهزر والله. والنبي كانت هيفرقع يعني. ماشي. انا عارف السحر بتاع الاطفال ده اللي هو بيهزر. السحر الشريف. ايوه السحر الشريف. مفيش كده جامد قوي. بس والنبي اي حاجه مش من مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. اوكي. يا ماما يا ماما. حضرتك مختار 10 اللي هي شجره سوداء اللي هي تريفل. حضرتك مختار 7 سبيد. ايوه فهمت. ما تهزرش بقى. مش معقول ما تهزرش. ممكن تقلبوا الكارت ده كده؟ لا ممكن تحتفظوا بيه كذكرى. تأكد عملت كده. خليها كده، خليها ثابته كده. لا ما هي من ناحيتين. ممكن تحتفظوا بيه كذكرى. وتأكد ان هو مثلا مش كارتين لازم في بعض. مكافأة مكافأة لهدير وآية يعني. في الآية هدير وآية مكافأة. مش عارف اقول له ايه حضرتك. طب بص انا ممكن اجرب اخر حاجة. حلوة قوي يعني. بس احنا هنحتاج شوية كروت. اي شوية كروت عادي مش مشكلة. دول مش كتير قوي كده. اتاريهم بيقولوا لي جنن الاستوديو من ساعه ما وصل. انا دايما ما بشوفش ضيوفي يعني، بشوفهم ساعه التصوير. فانا صراحه يعني بحاول ليهم حق. بحاول. تمام. دول شويه كوتشينه قاعدين جدا ما فيهمش اي حاجه يعني. واحنا مش هنعمل بهم حاجه يعني، هنعمل بهم حاجه بس مش لعبه يعني. هستعملها ان انا اثبت لكم حاجه. دول اربع دباسات اللي هم بتوع الخشن صح كده؟ الاربع دباسات دول زي بعض بالظبط. جميل. ما عدا اختلاف واحد. ايه هو؟ ان الدباسه قبل بس نتلخبطهم، ان الدباسه دي فيها دبابيس. والباقي الثلاثه دول ما فيهمش دبابيس. جميل. فانا هحاول بس ان اثبت لكم الموضوع اللي انا بتكلم فيه. الكروت مفصول عن بعض. يا بس دبوس كده خفيف عشان تتاكدوا. في دبوسه. وريلي الكاميرا بس الناس تبقى شايفه. اوكي. فانا هحاول
ان انا اصعب الموضوع شويه على نفسي وكده. ويا ابني بتحب الحاجات الصعبه دي؟ ما تبصوش. وبيحب الحاجات الصعبه دي. بيتعب نفسه ليه؟ ممكن على فكره ممكن يعمل اكل عادي خالص على فكره. بيتعب نفسه ويتعبنا ليه؟ ويلخبطنا. وانتوا بتتكلموا انا لخبطتهم. اه جميل تمام. فدلوقتي انتوا ما تعرفوش انهي واحده اللي كان فيها دبس. طب ما لخبطهم لك انا. اه ما انا كنت بتكلم في كده اللي هو انا برده مش عايز اعرف، بس برده عشان الناس اللي ما تعرفش انا عايز ما حدش يبقى عارف خالص انهي واحده اللي فيها دبس. فانا هعمل كده هغطي وحرق لخبطه زي ما انت عايز. يا احمد اوكي. اه لخبطته. جميل اوكي. ممكن مثلا لو انا قلت لحضرتك مثلا ايه انا هاخد دي، فانت اكيد هتبقى عارف تقول اه معلم الدباسات وكده. صح. فانا هحاول اصعب الموضوع على نفسي شويه. تغمض عينك. لا هصعبه اكتر. هتعمل ايه؟ هغسلهم كده بس يبقوا بعاد عن بعض. حضرتك اللي تختار دلوقتي. اختار اللي تعجبك فيهم شاور عليه. فين؟ مش عايز تغرقك؟ اخر كلام؟ اه. سكه كده كانك هتضرب بس ما تضربش يعني. اوكي؟ ما تضربش. اوكي؟ اول مره حضرتك ثلاثه. تمام؟ انت بنلعب روليت روسي. بالظبط. روليت روسي. فانا هحاول. اول ما قلت ثلاثه. اوكي ماما استنى لا يكون عنده. ما هي ده الروليت الروسي، بيحطوا طلقه واحده في المسدس ويلعبوا كل واحد يلعب. هنحاول. فاللي بتيجي على حظه الطلقه بيموت يعني. هو ابدا يعمل كده. اول ما قلت ثلاثه. اوكي واحد اثنين ثلاثه. اوكي فاضيه. الحمد لله. تايس اتعور. اختار كده واحده فيهم. لا 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 انا معايا رئيس تحليل. لا بص لا لا بص ده مش هجيبها تعورك. خلي حضرتك تختار واحده بس يعني عشان نسهل الموضوع. خليها في الاخر. لا لا في الاخر. اوكي اختار واحده ثانيه. المسا بس. انت مصر؟ اه. ما هو هي في واحده من الاربعه كان فيهم دبابيس. اوكي لا 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 مش للدرجه دي. خليها في ايدك. قلبي مش هيطوعني برضه عشان الساده المشاهدين. هو لو مات هيكمل فقره ازاي؟ لا لا ما تقلقش. اول ما قلت ثلاثه. اوكي هنا بقى نستخدم المونتاج. اثنين ثلاثة. يا ابني او ماي جاد. الحمد لله الحمد لله تمام. انا عارفه نفسي محظوظه وانا اللي هقتله. هو هيجي على نفسه. هو فاضل دلوقتي اثنين. جميل. فالموضوع في وعايز تحل على يعني في التصوير يعني عارف على الهوا. الموضوع 50-50 دلوقتي صح؟ فعايز افكر الناس بس في البيت والناس اللي موجودين كلهم لو اي حاجه حصلت غلط غلطت استاذه ريم عشان هي اللي اختارت اخر واحده مش غلطتي انا. اوكي فانا ايه نشيلها في المونتاج دي فريد شوي. هيوحشونا هدير وايه ده الغي المكافاه. عايز حضرتك تلمسي واحده فيهم؟ انا؟ المسي واحده بس. لازم المسها؟ شاوري عليها. لمسه بس شاوري عليها. اوكي دي. اوكي اللي على الشمال. عايز اعرف حضرتك بس معلومه، 90% من البنات بيختاروا الشمال. على الشمال و90% من الولاد بيختاروا من على اليمين. بس انا مش بقول لك كده عشان تغير رايك وتقولي لا انا ابقى مختلف او كده. في نفس الوقت مش بقول لك كده عشان تسري عليها عشان تقولي لا انا من البنات واختار دي. فانا بديكي فريت شويز. لا عايز اغير رايك. ومش بقول لك كده عشان تقولي ده عايزني اغير رايي عشان هو عارف اني واحده في الدبابه. براحتك خالص اختاري اللي حضرتك عايزاه. عايز اغير رايك؟ اتلخبطت صح؟ انا برضه متلخبط والله. براحتك. فريت شويز. لا انا ما بحبش ارجع في قراري حتى لو غلط. اخر كلام؟ اخر كلام. انا بس مش بسيطه بسيطه. لا نو واي. وتسيبني نو واي. لا 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 مش مش انت جايبه معاكي سفاح. لو جايبه انت مره سايبينها كل مره. لا انت راجل. لو حاجه بسيطه قوي هنشيلها في المونتاج. اكيد. لا 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 الحاجه بسيطه. مثلا ايه؟ اول ما قلت ثلاثه. انا عارفه نفسي محظوظه يا ابني. اول ما قلت ثلاثه. اوكي طب تعالى نعملها بعد ما ننزل نطلع فاصل. لا ما تقلقيش. اول ما قلت ثلاثه. اوكي واحد اثنين. احمد هواري هواري. يلا ابتدي بقى. كله اعملها. ابتدي خلاص. هو عايز يموت بقى. نعمل له ايه؟ ثلاثة. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. طب انا بقى عايز اعرف حاجة. دي اخر واحدة. ايوه هنجربها دلوقتي. هنجربها دلوقتي. تمام ناخد مثلا شوية كور تاني زي كده. انا بس الناس في البيت. اوكي لا بينها للكاميرا ثانية بس لازم تبقى الكاميرا شغالة. انا اتخضيت. يعني بينها حتى على الابيض عشان تبقى باينة. ماشي. هي كان ممكن فعلا. امال فين اللي كانت مليانة دبابيس؟ هي دي اخر واحده فضلت. ممكن تجي في وشي. الحمد لله يعني انا نجيت من الموضوع. مكتوب لك عمر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عايز تعمل حاجه تانية ولا نروح؟ ولا نروح؟ انت بتسيب مروحه معايا؟ ولا ايه؟ عايز تعمل حاجه تانية ولا ممكن اوريكم حاجه اخيره حلوه.
بتاعك هو يورينا ونطلع نتفرج في الكنترول. اه نشوف في الكنترول احمد حاجه اخيره حلوه بس انا مش فاكر ايه هروب احمد العوري بس انا ترفدت. انا هعد هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حلو. عايز حضرتك تعدهم تاني كده اتاكد انهم 10 انا ما زودتش كروت او نقصت كروت. انت رائع وانت موهوب ان شاء الله هيبقى ليك مستقبل كبير جدا. لان انا بصراحه والله العظيم والله حاسس هنعمل مصيبه والقناه هتوجه لنا الشكر. انا دي حقيقه دي حقيقه بس يعني انا بجد 6 زي ما قلت لك لو لقيت حد بيتفرج هيقول دي فيها مونتاج او فيها هحاول اعمل حاجه بالكروت دي. حضرتك عندك جيب ورا فاضي او كده؟ أيوة. تمام هنستعمله دلوقتي. تمام عايزك تعد بس معايا 1 2 ولا انت قابض؟ 3 قابض ده؟ لا ماشي 4 دي فلوس 5 خدها ولا ايه؟ 6 كمل كده زي ما كنت بعمل 7 8 9 10 اوكي حطهم في جيبك اللي ورا. اوكي ممكن حضرتك تقول لي ستوب في اي حته؟ انا؟ ما انا جايب لك رئيس التحرير يا ابني. انت جاي تقول لي ستوب بس وانا اللي بضرب؟ لا يعني جايبك تلعب معاه اصلا. بتقول لي مش هتقول لي مش هتخرجني تاني. اخر مره هتخرجني. اي ستوب في اي حته؟ ستوب عايز غير رايك ولا اخر كلام؟ لا يا فندم تمام الحمد لله. لو صوره هنحسبها ب 10 لو رقم قول لي رقم ايه؟ والرقم بحبه كمان. كام؟ اقول لك على الرقم؟ اه الزراف ده. لا لا عادي اوريها لك يعني؟ اه عادي. 3 تمام. دلوقتي في 3 كروت من هنا هيطيروا وهيبقوا في جيبك. اوكي؟ يعني معايا 10 هيبقوا 13؟ اه هعمل مثلا 1 2 3. بص عايز حضرتك تطلع الكروت من جيبك تعد 1 2 3 4 5 6 7 كده على الترابيزه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هاتهم هنا 11 12 13. طب تمام لحظه واحده لحظه واحده دي ممكن اكلهم تاني على بعض كده اتلخبطت نجيب لك محسن امسكهم كده يا محسن قاعد معايا ما محسن امسكهم كده وبحسن امسكهم كده اوكي تمام هنحتاج دلوقتي ايد فوق وايد تحت انا زي احمد يعني كده تمام احنا دلوقتي اوكي بس انا هجرب حاجه ايه اوكي ممكن احنا دلوقتي معانا شخصين صح هتقول لي ستوب مرتين جميل فعايز حضرتك مثلا تقول لي قول لي انت الاول ستوب ستوب عند تمام اخر كلام اوكي هتغير رايك نو اوكي 2 قول لي ستوب عشان لي الكاميرا 2 اوكي قول لي ستوب ستوب عند 8 برضه مش عايز تغير رايك هي برضه بتقف عند 8 حلو اوكي هناخد الكارت اللي بعدها 5 اوكي فانا معانا 2 و 5 5 يعني 7 7 كمان 13 يعني معانا 13 لو جيت تبص المره دي هتلاقي الكروت اللي معايا بتصغر سنه كشت شويه لما تفتح ايدك هتحس الكروت اللي في ايدك بقوا اكبر شويه ما تهزرش بقى نفتح. لا ما تهزرش هما كانوا 13 صح؟ ما تهزرش 13 عمري ما شاركت في حاجه زي 7 احنا عايزين تايم وتاليا هيجوا يحضروا 13 زي 7 كام؟ 13 زي 7 20 صح؟ عدهم كده على الترابيزه قدام الناس لا اله الا الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 يا مامي احمد عماد يا مامي انت عارف ان انا بخاف جدا طلعين مصر عشان انا مطلعين كنترول يعني بخاف جدا لا بس هو بصراحه شاطر انا ما كنتش متخيله كده يعني مش متخيل اصلا ان انا ممكن اخش ووافق احمد عماد قاعد معانا شويه طلعينا فاصل يا ريكي عشان نشوف هنعمل ايه انت عارف ان انا بخاف من الحاجات دي وقلبي خفيف الناس كفايه عليها كده نطلع احنا نتصرف بقى يعني انت نورتنا وشرفتنا بنشكرك جدا 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 ونشوفكم بعد الفاصل ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا وجينا للفقرة المحببة جدا جدا لقلبي محببة لينا كلنا اللي هي المطبخ. مطبخي النهاردة مختلف تماما تماما بس عايزة ارحب الاول بضيوفي اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتعرف بحضرتك الشيف هاني الجوهري الشيف هاني الجوهري
اهلا وسهلا، مرحبا بك، معك الشيف نجيب من المغرب. كان حماق على المغرب وشعب المغرب. يا اهلا وسهلا. المجرشي يعني ايه؟ المجرشي دي قبيله في السعوديه. طبعا دي اللي احنا اخترنا ان احنا كلمه مجرشي دي قبيله معروفه قوي في السعوديه، عشان كده اخترنا اسم المطعم بمجرشي. تحيتنا لجمهورنا في المملكه العربيه السعوديه. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني فكره ان تبقى مطعم مصري بس بيفكر بفكره خليجي. بفكره خليجي وبدوي وعربي كمان. وعربي. احنا عاملين الخليط العربي مع الخليجي. احنا عاملين الاثنين مع بعض، وفي نفس الوقت يعني لقينا الاثنين مقربين من بعض، يعني الاثنين مش بعاد. يعني الاكل الخليجي برضه مقرب من الاكل المصري برضه بالبهارات. انت عارف ان الشعب المصري بيحب البهارات طبعا كويس. طبعا. وبرضه في الخليج برضه في السعوديه عامه بيحبوا البهارات جدا، عشان كده احنا ربطنا الاثنين مع بعض، ولقينا انتشر كبير قوي، يعني انتشر كبير قوي في مصر. انا عايزه اعرف الشيف هيبدا معانا بايه، عامل لنا ايه النهارده؟ نجيب النهارده هيعمل برياني ان شاء الله. النهارده اعمل لكم دجاج برياني بالطريقه الخليجيه، وكمان اعمل لكم رز. قول لي دلوقتي كده شيف، يختلف ايه الطريقه الخليجيه عن الطريقه المغربيه عن طريقه يعني الطريقه بتاعه البرياني؟ البرياني كل بلد بتعمله، اللي هو الرز باللحمه او الرز بالفراخ او رز بالسمك، اي حاجه. ايه الاختلاف بتاع الخليجه؟ الاختلاف اغلب الاحيان في التوابل. التوابل لان الهنديين بالضبط بيحبوا حاجه حرقه شطه كتير. تمام. وعكس الخليجيين حاجه قليله. وساعات الخليجيين بياكلوا توباسكو كده وده بيشربوا لبن. لبن رايب. بعد الاكل عامه على طول. مظبوط مظبوط. قول لي كده وتنزل معانا على الشاشه، المكونات بتاعتنا ايه النهارده؟ المكونات بتاعتنا ان شاء الله النهارده نستعمل ملون احمر، لون احمر. كمون. ده بيبقى طبيعي ده. كمون. فلفل اسود. زنجبيل. شطه حراء. ملح. كزبره خضراء. كزبره خضراء. كزبره خشنه. ملون اصفر. بهارات برياني. ماجي دجاج. ثم بودر. باودر ايه؟ باودر دجاج. باودر دجاج. تمام. والرز بتاعنا والنهارده انتوا عاملين برياني بالفراخ ولا لا؟ عاملين برياني بالفراخ النهارده. بالفراخ. تمام. وعاملين حاجه صغيره برده معانا تاني برده اسمها صالونه، بس احنا هنقول لك الطريقه سهله جدا. صالونه دي خليجيه شيف؟ لا هي هنديه. هنديه. بس هم انتشرت في الخليج اكتر. صالونه. اكتر من ان هم بيحبوا الحاجات المسبكه اللي هي بالسوس. انا بحب الحاجات دي قوي. انا هوريك هاني. انا بحب الحاجات دي جدا. احنا عملناها، احنا هي فكره المجرشي، فكره مطعم المجرشي ان اي عربي جاي من بره يحس ان هو بياكل نفس الاكل اللي بياكله بره في بلده. في بلده. بنفس الطريقه. واحنا كمان لو عايزين نروح اي بلد ناكل فيها نيجي على طول عندكم. على طول. وحتى نفس الديكور عندي في مطعم المجرشي، يعني نفس الديكور الخليجي اللي انت قاعده في بلدك ما تحسيش ان انت غريبه عن المكان ده. اي واحده بتتفرج علينا بنت او ست ما بتعرفش تطبخ. تمام. تقدر تعمل البرياني بسهوله؟ تقدر تعمل برياني بسهوله، هي خطوات بسيطه زي ما انت شايفه حضرتك دلوقتي. البهارات اللي هي احنا بنستخدمها هي يعني مفيش الا بس الالوان اللي هي الطبيعيه، مش اي الوان تتحط طبعا، دي الوان طبيعيه مصرح منها وزاره الصحه. صحيح. تمام. صحيح. وفلفل الوان عليك. هي كل عاملاها زي ما انت شايفه الشيف نجيب. انا اجي في النص ما بينكم زي الشيف نجيب شغال. أيوة. هي هتجيب الفراخ وفي طاسه صغيره وحمرها. ده انا بقول لها ان هي تعملها ايه؟ يعني تعملها سريعه. تمام. يعني اللي هي مش هتغيب، يعني اللي هي مش هتحط في دماغها ان الموضوع مكلف، لا زي ما انت شايفه اهو شغال كده ويقعد يقلب الفراخ ويحط بهاراته مع الفراخ عشان تتسبك. ده ايه؟ ده ليمون ناشف. الليمون العماني. اسمه ليمون عماني. ده الليمون العماني اللي دايما بيفرق في الكبسه او البرياني. بيفرق. بيدي مزازه. ده بيفرق جدا. طبعا. يا جماعه الريحه فظيعه. طبعا هو شغال كده الشيف نجيب بيحط البهارات بتاعته عشان يخلي الفراخ تشرب من الفلفل والكلام ده. وبيبدا بقى ان هو بعد الفراخ ما تاخد صدمه زي ما انت شايفه كده بتاخد صدمه، يبدا بقى ينزل بقى ايه. لما تشيلوا لنا الحله دي كده صح عشان نتفرج على الحلاوه دي. ودي كانت فكره بقى المجرشي ان هو يدخل الاكلات الخليجي في مصر. شم ريحه يا جماعه بتربكني. شم ريحه بتربكني كده ما يصحش. طبعا هو اللي ساعدنا على الموضوع التطور نفسه، يعني ان احنا نطور اكتر، وكان دايما واقف في ظهرنا يعني استاذ محمد زغلول، انا بشكره جدا يعني. بنوجه له كان دايما عينه معانا، يعني هو مش صاحب مكان كمان،
لا ولا هو ولا الكابتن مهند المجرش، لا هو ايه بيخش يقول لك لا في جديد اعمل. طب انا يعني في مره بقول له احنا نجيب رز، لا يجيب رز من بره الاصلي. عشان كده انتوا اسم كبير. عشان كده كان دايما يقول لي ايه، احنا لما نجيب الحاجه غاليه شويه بس انا مش عايز احسس حد غريب، عايز احسس ان هو مكانه السعوديه زي مصر زي اي دوله. هم دايما كنا دايما نجيب البهارات الاصليه، الاصليه من بلدها، من بلدها، من بلدها، عشان انا ما احسسوش. وده اللي بيفرق دايما، وده بيفرق. لو حضرتك شميت الريحه هتعرف هيبان. يا يا جماعه دي بتاخد قد ايه يا شيف؟ تاخد تقريبا نص ساعه. نص ساعه. نص ساعه بعد ما بتسبك وتعمل الحاجه، تعمل ياخد شويه، ياخد ربع ساعه، والاستوى بتاخد نص ساعه عشان تكون جاهزه بالظبط. نص ساعه. هنعمل ايه بعد ما بتعمل كده التتبيله؟ لما نعمل دجاج برياني هنعمل رز. الرز بتاعه. بتاعه بقى. الرز بتاعه. انا شايف الرز جاهز. الرز جاهز. بس يا دوبك احنا هنحطه بس. الفكره برضو الرز بتفرق. احنا عندنا هنا في مصر بيشوحوا الرز والكلام ده. لا احنا ما بنشوحش الرز. لا الرز التاني ما بيتشوحش. لا احنا بنحط البهارات بتاعتنا. الرزايه بتفرق يا شيف. في رزايه هندي وفي رزايه ذهبي وفي رزايه بيضاء وفي بتفرق من رزايه لرزايه، وبتعرفيها وطريقه تسويتها سهله. يعني احنا متعودين. انا الريحه مش قادره استنى. بصي تعالي بقى شم الريحه اكتر عشان يا حبيبي انا شمها من عندي والله. انا ما بجاملش. انت حطيت شوربه، حطيت صح الشوربه دي. الشوربه دي متبله. ده السر بتاعهم يا جماعه. الشوربه دي بنعرف اهو. الشوربه دي متبله بس انا مش هقول لك على طريقه التتبيله. ايوه بس السر عشان انا شامه ريحه غير طبيعيه. عندك بقى هنا ايه بقى؟ الصوص ده بقى لما يغلي مع البهارات اللي هيحطها تاني. هنحط بهارات تاني. يحط بهارات تاني. ما هو كده كده لما هيعمل الرز. انت عارف انا لو منك ما اقولش الاسرار. لا انا ما قلتش بقيه الاسرار. ايوه اوعى تقول. ما انا قلت بهارات بس. هو يحط لي الحاجات ويجيب لي هي جاهزه ازاي. ده بقى ايه المهم. هيبدا بقى ان هو كده شيف نجيب هيعمل ايه بقى؟ هيحط بقى الالوان اللي هي الطبيعيه. الالوان الطبيعيه. الطبيعيه اللي هي مصرحه من وزاره الصحه. زي الفل. مش انا بقول لكل ست بيت مش اي الوان تتحط. سامعين يا جماعه؟ ولا اي الكلام ده. لا في اماكن معينه مخصصه للحاجات دي. أشكرك. ان الحاجات دي بتبقى كويسه وسعرها يعني منها فيها يعني. أشكرك. غاليه بس ملهاش اي اضرار. تمام. هيبدا بقى حضرتك تعالي بقى شوفينا اللون بقى هيبدا ايه. بلاش انا هنا هيغمى عليا عندك في الريحه. نعمل رز برياني. رز برياني. حطيت البصل. حطيت البصل على الزيت. على الزيت. بعد كده عملت توابل صلبه. توابل يعني خشنه. تمام. مش بودر. توابل خشنه. ايش كون ده نجيب؟ ايش كون ده؟ اوكي سينابو. ايش كون ده؟ ده صوص حار. صوص حار. هوت صوص. ده صوص حار عشقه. ايش كون يعني ايه ده صح؟ ايش كون يعني ايه ده؟ اوكي. حبتين قرفه. هو دلوقتي بيحط القرفه اهو. انا عايزك بس تيجي عشان تتعلمي. والله العظيم انا ما هتعلم طول ما انا مركزه في الاكل كده وابقى عايزه اكل عمري ما هتعلم. بس عايز اقول لك حاجه، لو انت اتعلمتيها انت انا حاجه تلاقوني قاعده عندكم هتلاقيني في المطعم. انا احطها لك. ما تجيب لي كده وشيف نجيب بيتكلم الطبق في الاخر يبقى شكله عامل ازاي ويفرح كده. ثم انا احط ليمون اسود. ليمون اللي هو الليمون العماني. عشان لو اي ست عايزه تعمل برياني مختلف والبرياني الخليجي على اصله الليمون العماني ده وموجود دلوقتي صح. موجود. موجود في كل حته. موجود في كل حته. يعني مش لازم التوابل. الليمون اليمني وفي كل موجود عند طيب احنا دلوقتي ده الشكل بيبقى في الاخر. بص ده الشكل اللي هو الخليجي. غير الهندي طبعا. الهندي بيبقى الرز جوه الفراخ الاثنين مع بعض. ده الشكل الخليجي اللي هو بيطلع. بيبقى فيه صوص بقى. وهو حضرتك هنا زي ما انت شايفه الفراخ كده بنفس الطريقه كده. انا هشوف كده يا شيف. وريني كده. هوريني كده تمام. بسم الله الرحمن. انا اول ما اطلع اول معلقه الاقي كل الاستوديو بيبص عليا وابتدوا يطلبوني طلبات في الحاجه. دوقي بقى كده. حطي بقى معلقه كده منه صغيره كده هتلاقي ده زي فتح شهيه اللي هو يخليكي تاكلي اكتر. يا نهار ابيض. الحاجه الحلوه اصلا تخليك يا عم تاكل. وانا مش ماشي من هنا ما تخلصش الطبق ده كله. نفسي بجد. يلا نطلع فاصل بسرعه ونرجع نكمل بيت حلقتنا. يا راجل ممكن ناكل جدا. ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وضيفتي اللي دايما منوراني ومشرفاني خبيرة التغذية العلاجية نيهال حافظي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسة. كله تمام. النهاردة هنتكلم عن السمنة بعد سن الـ40. ايوه حاجة حلوة قوي.
يعني دايما بتكلمينا عن الاطفال وعن الرجاله وعن المره دي حاجه جديده. احنا دايما بنتكلم عن الرجاله والكرش والاطفال والسن المراهقه، حبيت برضو ان الستات اللي فوق سن الأربعين يبقى ليهم برضو حلقه تبقى مميزه. دايما انا بسميه السن بعد سن الأربعين ده سن الامل، سن النضج فعلا للست، السن اللي بترتاح فيه من الالام ومن الام التعب الدوره الشهريه. بس انا عاوزه اتكلم ازاي نعالج الموضوع. السمنه دايما بتبقى بعد سن الأربعين دايما في منطقه البطن عند الستات، ودايما بتقول لك ان انا بعد سن الأربعين انا مش هخس، انا ما بحرق بيقل. طب ليه نعالج بقى المشكله عشان يبقى الحرق كويس؟ وعلى فكره عندي حالات كتير جدا فوق سن الأربعين وخست وما شاء الله عليها وصلت كمان المثالي. دايما يا ريم الميكانيزم بتاع الجسم بعد سن الأربعين بيحصل شويه تغيرات هرمونيه، دايما الهرمونات هي اللي بتبوظ عموما بتخلي يبقى عندنا سمنه. طيب ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان في عندنا في البويضه بتاعه الست في هرمون الاستروجين وهرمون التسترون وهرمون التسترون، تمام؟ طيب المفروض ان قبل انقطاع الدوره الشهريه دي بيحصل ان في هرمون التسترون اللي هو هرمون الذكوره بيبدا يقل، تبدا الست تحس بوجع، بالم، بتعب، مودها وحش، اكتئاب، تبدا تحس بهبو كده، جسمها سخن جدا، تبدا تحس ان هي عرقانه سواء هي نايمه او مش نايمه، بتحس ان العرق مره واحده بينزل، ده تعرف ان هي بدات هتبدا تنقطع الدوره الشهريه. بعد ما هرمون التسترون بيبدا يقل بيحصل ان هرمون الاستروجين هرمون الانوثه بيبدا يقل، ومن هنا بتحصل المشكله ان السمنه بتبقى في منطقه البطن دايما عند الستات فوق سن الأربعين. نعمل ايه بقى؟ المفروض اشوف الاستروجين ده موجود فين في جسمنا تاني عشان ناخده. موجود في الغده الفوقكلويه بتاعه هرمون الكورتيزول وموجود في الكبد، فانا ممكن لو حافظنا هرمون الكورتيزول اللي موجود في الغده الفوقكلويه دي، المفروض ان الكورتيزول ده اللي هنا قلنا هرمون التوتر والقلق. طيب انا مش عاوزه هرمون التوتر والقلق يزيد عشان احافظ على الاستروجين عشان الست ما يحصلهاش سمنه. اعمل ايه بقى؟ اول حاجه اقلل النسكافيه واقلل القهوه، اقلل الشاي، اقلل السكريات، اقلل كمان ان انا العب، لازم العب رياضه عشان اهدي اعصابي، انام كويس، انام الساعه 11 12 واحده بالليل واصحى الصبح بدري، اصلي كتير عشان يعني يبقى مفيش ارق كده، مفيش تعب، مفيش همدان، دايما الصلاه بتريح قوي، الرياضه صحيح. بتريح جدا، فده محتاجين نعمله. تاني حاجه محتاجين نعملها ان احنا نحافظ على الاستروجين اللي في الكبد، عشان احافظ عليه محتاجه اكل خضروات كتير. يبقى في الاخر يا ريم عشان احافظ على هرمون الاستروجين اللي باقي مني اللي انقطع او قل في البويضات، محتاج احافظ على الاستروجين اللي موجود في الغده الفوقكلويه والاستروجين اللي موجود فين، اللي موجود في الكبد، وبرده طبعا ما ننساش الغده الدرقيه المايسترو بتاع الهرمونات كلها، محتاج احافظ عليهم. عشان احافظ عليهم يبقى محتاجه انام نوم صحي، محتاجه اكل اكل صحي، محتاجه اقلل سكريات، محتاجه العب رياضه. الحاجات دي مش بتفكرك بحاجه، كل الحاجات دي اللي احنا عاملين نتكلم عنها طول الحلقات يا جماعه، احنا محتاجين ان احنا نظبط اكلنا، اكلنا يبقى صحي، نقلل السكريات، نلعب رياضه. انا مش قادره اقلل اكلي، يبقى لازم اخد حاجه تحسسني بالشبع. ايه اللي بيحسسني بالشبع؟ خلاص المفروض تبقى المشاهدين حفظوا الياف الاناسيليوم اللي هي ماده السيليوم هاسك او قشور السيليوم اللي موجوده في الياف الاناسيليوم، دي هتحسسني بالشبع. مش هتحسسني بالشبع وبس، هتظبط السكر والضغط والكوليسترول، هتعمل ديتوكس للقولون. ده كمان فيها ميزه من مميزات كمان الياف الاناسيليوم او الكورس اللي احنا بنديه فوق سن الأربعين، ان بيبقى فيه فيتامينات ومعادن ناقصه الست فوق سن الأربعين، منها الكالسيوم ومنها المغنيسيوم، منها الكبريت ومنها البرونو، دي اول مره نتكلم عنه. طيب موجوده في الكورس؟ ايوه موجوده. المورينجا فيها كبريت وفيها برون. طب الكبريت ده بيعمل ايه؟ كبريت ده اصلا يعني حلو جدا للمفاصل والعظام، هو اصلا اسمه المعدن الجمال، فالمفروض والكبريت موجود في كل خليه من خلايا الجسم. الكبريت كمان بيزود الاكسجين في الخلايا، فهيزود المناعه بتاعتنا، ده موجود في كورس الاناسيليوم. ايه كمان موجود في كورس الاناسيليوم؟ موجود في البرون. البرون موجود في المورينجا. البرون ده يعني سحر، بيعلي هرمون الاستروجين عند الستات، ودي المشكله الاساسيه، فهيعلي لي هرمون الاستروجين وفي نفس الوقت هيعلي هرمون التسترون اللي هو هرمون الذكوره عند الرجال. فكده انا عندي برون، عندي كبريت، عندي مغنيسيوم. المغنيسيوم مهم جدا لحرق السعرات اليوميه، وكمان المغنيسيوم بيرخي الاوعيه الدمويه، بيحسسك بالراحه، واحنا محتاجين ده عشان ما نعليش هرمون. تعالي يا نهال نشوف فيديو ونرجع نكمل بقيه كلامك. اتفضلي. انا كنت 73 73 كيلو وفي شهر واحد وصلت ل 69.
نيهال شيرين كانت دخلت معانا، شيرين مهدي كانت دخلت معانا مداخله، ده حقيقي، وكانت خست، كانت خست اول شهر هي شيرين فوق ال 40 سنه. والنهارده حلقتنا عن الستات اللي فوق ال 40 سنه، كانت مبسوطه جدا ان هي خست، وكانت 4 كيلو كان حاجه قليله، ممكن لو اي حد تاني يقول لي 4 كيلو قليلين، لا هي فرقت معاها في جسمها. المفاجاه بقى ان شيرين دلوقتي كانت مبسوطه جدا جدا في المداخله، وهي يعني بتقول، وعشان هي كانت بتلعب رياضيه، وقالت لي فرقوا معايا جدا في جسمي، في شكل جسمي، وعشان كده احنا دايما بنتكلم عن نزول المقاسات مهمه قوي. شيرين دلوقتي خست 12 كيلو، وصورها يا ريت تنزل على الشاشه. عايزه اقول لك ان شيرين دلوقتي معايا على التليفون بجد لتاني مره، حياه ربنا. مساء الخير شيرين. اهلا وسهلا، ازيك يا شيرين؟ مشهوره بقى انا بتاعت المكرونه. اهلا يا شيرين، ازيك؟ منورانا ومشرفانا لتاني مره. شكرا. انا مبسوطه، ومبسوطه انك عندك الطاقه دي، وانك انت عندك الاستمرار ده. هشوف حالا الصور، عايزه تقولي ايه نيهال؟ هي سامعاكي، هشوف الصور على طول اول ما تنزل. الصور نزلت دلوقتي. طبعا هي وهي رفيعه متصوره بثقه، وهي يعني وهي لسه تختوخه مستخبيه ورا الصوره، مستخبيه يعني في فرق فظيع فظيع يا شيرين. الحمد لله بجد، وفرق معايا قوي في نفسيتي، يعني انا فعلا بقيت سعيده. كنتي اول ما بدات البرنامج متهيألي من 3 اسابيع او 4 اسابيع كنتي وصلتي لتارجت 4 كيلو، كانت 73 ووصلت ل 69. دلوقتي شيرين انت كام كيلو دلوقتي؟ انا 63. برافو برافو. يعني 62 وحبه، يعني فوق ال 40 سنه، خلي بالك هي كده وصلت للمثال، هي مش محتاجه لسه. عايزه اقول ليه كده؟ ليه كده يا نهال؟ ليه 40؟ ده احلى سن، عايزه اقول لك. بعد كده بقى تستضيفوني طنط شيرين. انا مبسوطه جدا جدا يا شيرين، وعايزه تقولي ايه لنهال؟ بجد ميرسي. وعايزه تقولي ايه للساده المشاهدين اللي بيسمعوكي؟ قولي لهم. بجد بجد انا اتبسطت جدا، وبجد انا مع نهال، انا كسبت صاحبه بجد بجد. فرق السن بينا كبير شويه، بس بجد انا كسبت صاحبه، ومرتاحه لاني لما بحب اوصل لها بوصل لها بسرعه جدا، بحب اسالها على اي حاجه بسرعه جدا بترد عليا، وفعلا متشكره انك غيرتي لي حياتي. احنا بنشكرك جدا جدا، وان شاء الله تبقي معانا لثالث مره وتعملي مداخله. بنشكرك جدا. حرام عليكي، بعد 63 كيلو هتوصل لايه؟ ده بقى اللي بتكلم فيه. شيرين خست من 73 ووصلت 63، يعني خست 10 كيلو. 10 كيلو؟ هي فوق سن ال 40، اخر 10 كيلو في الميزان بيبقوا صعبين جدا، وكلنا عارفين ان لما اوفر ويت او سمنه مفرطه بنخس بسهوله قوي. اخر 10 كيلو وفوق سن ال 40 وخست وصلت المثالي، ودلوقتي شايفين، يعني شايفين الصوره بقت عامله ازاي. نزلوا لنا الصور لو سمحتوا. بطنها كانت ما شاء الله. ده اللي انا بتكلم فيه بقى. شيرين السن اللي فوق ال 40 يا ريم، بس الصور يعني بنوته، هي اصلا ايوه بنوته صغيره. هي الحاله النفسيه بتفرق جدا مع مريض السمنه، وخصوصا فوق سن ال 40، انك تهيئيه نفسيا، وانك تحسسيها ان هي في سن النضج وفي سن الامل وفي السن اللي فعلا احلى سنين عمرها بتعيشها. ده الحاله النفسيه رقم واحد. رقم اتنين، شيرين من الناس اللي كانت بتعشق المكرونه، بتقول لي يا دكتور انا مش مصدقه ان انا الشهيه عندها قلت خالص. قلت بتقول لي انا بقتش احس بالشهيه، بقت مبسوطه، حاسه ان ثقتي في نفسي رجعت. وده اللي احنا بنحب نوصله في اون تارجت فارما، ان الخساسان مش بس ان انا عشان طبعا صحتي، بيديني ثقه في نفسي. دلوقتي تلاقيها وهي بتتصور حتى الصوره بتاخدها وهي باينه قوي. صحيح. وهي عندها سمنه لا مستخبيه. صحيح. اللي هو انا مش عاوزه اوري نفسي للناس، ما كانتش بتخرج. دلوقتي بتقولي انا حطيت صورتي على الفيسبوك، انا كل الناس عماله تسالني ايه البرودكت اللي انا خسيت عليه. جابت لي كميه عملاء، يعني اليوم اللي هي حطت فيه صورتها جالي 13 عميل من عندها، ان الناس تعرف قالت لها انت وصلتي لكده ازاي. فقالت لهم عن الشركه اون تارجت فارما. منتج الاناسيليوم كمان يا ريم، احنا قلنا انا عايزه ارجع لك تاني، انه في فيتامينز، وفوق سن ال 40 بيحتاج فيتامينز معينه. ده حقيقي. قولي لي الفيتامينز. اول حاجه محتاجه كالسيوم، محتاجه مغنيسيوم، محتاجه فيتامين دي، محتاجه الكبريت، محتاجه البرون. احنا عندنا في كورس الاناسيليوم موجود الكالسيوم، وموجود المغنيسيوم، وموجود الكبريت، وموجود البرون. الحاجه الوحيده اللي انت هتجيبيها من بره هي فيتامين دي، وبتاخديه فيتامين دي 10000. ده مهم جدا مع كورس الاناسيليوم. في كمان ميزه حلوه قوي يا ريم في الفيتامين دي، اصلا صعب امتصاصه جدا، فالبرون اللي موجود في كورس الاناسيليوم بيمتص فيتامين دي كويس جدا، فده حلو قوي. كمان البرون قلنا ان هو بيزود هرمون الاستروجين، هرمون الانوثه اللي
موجود في كورس الاناسيليوم في المورينجا اللي موجوده في كورس الاناسيليوم. فده برضو ميزه مهمه قوي ان احنا عندنا بعد سن 40 هرمون الاستروجين بيبدا يقل تدريجيا، فانا بعوضه خارجيا، بعوضه من البرون. البرون من المعادن اللي اصلا المفروض ان المعادن اصلا من 1939 او 1940 اصلا ما بقتش المعادن بتبقى موجوده في التربه، فصعب. فان يبقى عندك معدن البرون موجود في كورس الاناسيليوم ده، انت كده بتعلي عندك الهرمونات كويس قوي. بيعمل كمان بيمتص الفيتامين دي وده مهم. الكبريت موجود برضو. المغنيسيوم مهم قوي ان هو بيحرق السعرات بشكل منتظم، ومهم جدا ان هو بيبقى موجود. المغنيسيوم والكالسيوم لازم يبقوا موجودين في اي كورس انت بتاخديه عشان دول مهمين جدا، ولازم يبقوا موجودين مع بعض، لان الكالسيوم بيبقى صعب يعني بيترسب جامد قوي، فبيبقى محتاج حاجه توازنه عشان الترسيب ده يقل. فهو المغنيسيوم هو اللي بيعمل توازن بينه وبين الكالسيوم، فلازم يبقوا موجودين مع بعض. كورس الاناسيليوم كمان مش بيحسس بالشبع، ده كمان في برضه البرمالين. البرمالين من الحاجات يا ريم اللي هي بتحرق السعرات، وفي نفس الوقت حلو جدا للعظم. واحنا برضه فوق سن ال 40 محتاجين ان احنا نهتم بالعظم والمفاصل، محتاجين يبقى معانا حاجات فيها فيتامينات ومعادن كتير جدا، لان بيبقى الجسم بيبقى فيه معادن الجسم محتاجها بعد سن ال 40، وده اللي بيعمل لك دايما وجع وتعب، وبتحس انت عظمك مش قادر. ومحتاجين الرياضه مهمه قوي، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت في انت استثنائي. والتغذيه، التغذيه السليمه برضه تفرق شويه. طبعا التغذيه اول حاجه مع الكورس الاناسيليوم النظام اللي بنمشي عليه لازم يبقى فيه شويه حاجات. اول حاجه الدهون الصحيه زي الافوكادو، زي زيت جوز الهند، زي السمنه والبلدي والزبده البلدي. محتاجه تقليل السكريات، لان السكريات بتزود الالتهابات، ولو قدر الله بعد فتره بتصيب بالسرطانات. فنقلل السكريات، نبدل السكر الابيض نبدله بالسكر الدايت. نبدا العصاير، قلنا بلاش عصاير، نشرب احسن حاجات زي المورينجا زي الجرين كوفي. نقلل القهوه وناخد بدلها جرين كوفي. على فكره في كورس الاناسيليوم في جرين كوفي، احنا بندي كل حاله الهديه على حسب الحاله بتاعتها. يعني الجرين كوفي والمورينجا بحبها قوي للناس اللي فوق ال 40 سنه. نقط الحرق برضو بحبها جدا، بس بنختار لها حاجه تبقى مناسبه لحالتها، يا جرين كوفي يا مورينجا يا نقط حرق. نقط الحرق تختلف برضو الحالات طبعا، يعني بتختلف. وكمان مش معنى ان فوق سن ال 40 فلازم يبقى بنديهم كل لا لا تختلف حاله من حاله او حد عنده. وكمان في حاجه يا ريم، هو انا ممكن ما اكونش بحب الجرين كوفي فبديك المورينجا كبديل، تمام، برده تنفع لفوق سن ال 40. النقط حلوه قوي للناس اللي هي بتبقى الحرق عندها ضعيف. كمان النقط حلوه عشان هي بتقوي حمض المعده وده مهم جدا. في حاجه كمان نسيت اقولها لي كريم، في ليه بدي دايما الكورس الاناسيليوم بيبقى عباره عن اناسيليوم ومعاه هديه، وساعات كمان بيبقى معانا كبسولات، فانا مسميها الكورس المكثف. لازم يتاخد بعد سن ال 40. نسيت اقول لك ان كورس الاناسيليوم كمان ان عندنا الجهاز الهضمي بعد سن ال 40 بيبقى قدرته قلت. فالاناسيليوم قلنا ان ماده السيليوم هاسك بتحسن حركه الهضم، وده مهم جدا للناس اللي فوق سن ال 40 ان احنا نحسن عندهم حركه الهضم عشان يبداوا يهضموا كويس. كمان مهم جدا ان هم ياخدوا البروتينات. البروتين على حسب كل كيلو محتاج 1 جرام، يعني انا لو 70 كيلو محتاجه 70 جرام لحمه، ده برده من الحاجات المهمه قوي. مهم كمان ان انا اخد فول الصويا، برده حلو جدا فوق سن ال 40. بس فول الصويا عاوز اقول على حاجه، حلو جدا بس لو حد عنده مشكله في الغده الدرقيه او قصور في الغده الدرقيه. اتكلمنا قبل كده ان هو ما ينفعش من اعداء الغده الدرقيه فول الصويا، فلازم برده على حسب الحاله انا بحدد لها الاكل، على حسب عندها مشاكل في الحرق برده بحدد لها الاكل. فوق سن ال 40 انا بس بحب اقول له ان كل الناس بتخس عادي فوق سن ال 40، المهم تبقى ماشي مع منظومه، تعرف ازاي تنظم لك اكلك، تعرف تديك الكورس وتشخص لك الكورس المناسب ليك، تعرف كمان ايه الرياضه المناسبه ليك. ما انا مش هاجي لحد فوق سن ال 40 ممكن يكون عنده خشونه في المفصل واقول له اعمل جامبنج او نط، صحيح ده صعب، فبدي له حاجات معينه تريح له جسمه، اكني يا ريم بدي له حاجه زي علاج طبيعي للجسم. بيبقى محتاج ان انا احرك له العضلات، محتاج ان انا احرك له جسمه شويه عشان يبدا يخس اسرع. 20 ممكن تبقى 10 كيلو غيرت حياتها. في ناس بتبقى 20 و30 و40 و50 كيلو، فعلا انت لما بتخسي بتغيري شكل جسمك، بتدي ثقه لنفسك، بتعرفي تتصوري. قبل كل ده بتحافظي على صحتك. انا ليه دايما بقول الرياضه مهمه قوي لفوق سن ال40 كمان، لان فوق سن ال40 احنا قلنا ان هو الحرق بتاعه بيتضرر،
الرياضه لما انا بلعب رياضه بزود عندي الكتله العضليه. طب انا ليه بالحرق بيتضرر؟ من الاسباب ان فوق سن 40 الحرق بيبدا يقل ان انا عندي الكتله العضليه بتاعتي بتقل، فكل ما بتقل كل ما بالحرق بتاعي بيقل. لازم اعوض له مع الكورس بالرياضه. الرياضه دي ممكن رقص، مش لازم الرياضه اللي انا بعملها لك الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عنها في انت استثنائي بتاعه الكوتش، ممكن بالرقص. يعني مفيش واحده تقريبا ما بتعرفش ترقص زومبا بقى رقص شرقي. لازم ازود عندك الكتله العضليه عشان ازود الحرق بتاعك. انا ما بيفرقش معايا السن، احنا بنعرف نخسس اي سن يا ريم. احنا ساعات كمان انا قلت لك في كذا حلقه ان ساعات بيبقى طفل او حد في سن المراهقه ومامته، والمفروض ان السن المراهقه او الطفل يخس اكتر، ساعات الام بتخس اكتر عشان عندها اراده. صحيح. وده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، ايه الاراده. انا بشكرك جدا جدا. ميرسي. ولسه هنكمل حلقاتنا مع بعض ونتكلم في حاجات مختلفه كتير. انا بشكرك قوي يا نهال. ميرسي يا ريم. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بقيه حلقتنا. اتفضل. ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا، ومعايا منوراني مشرفاني دكتوره هند نصير، هتكلمنا عن منتج في الفقره الاعلانيه. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. والله احنا المنتج طبعا النهارده انت عارفه ترو لايت. ترو لايت هو منتج تجميلي بنستخدمه علشان خاطر هو من اسمه ترو لايت، هو بيعمل لايت لانه هو بيعمل نضاره، بيعمل بيشيل تجاعيد. هو المنتج ده انتي ايج، وفي نفس الوقت بيدي بيشيل بقع الاسمرار، بيعمل مش هقول بيعمل وايتنينج لان وايتنينج دي معناها ان انا غيرت لون جلدي، بس لو في بقع، لو في حاجات مثلا نتيجه الايج سبوت من السن، او نتيجه مثلا التعرض لاشعه الشمس لفتره طويله فما بنحط الصن بلوك بنخرج كده، فكل الحاجات دي بتاثر طبعا. انت عارفه الالترا فايولتس اللي بتيجي من اشعه الشمس بتاثر على البشره بتاعتنا وعلى السكن، فبنعجز بدري. فاهم حاجه ان احنا عاملين المنتج ده هم الثلاثه كومبوننتس مع بعض. عندنا حاجه بتعمل دي مهمه جدا علشان اشعه الشمس، فده لوشن علشان سكين كير علشان تخرجي تحطيه الصبح، بيعمل بروتكشن لبشرتك، وبالتالي التعرض لاشعه الشمس لفتره طويله بتعمل مشاكل كتير وبتعمل اسمرار، فده بيعالج. هو ده المنتج اللي معايا. هو ده المنتج. طب ليه مش بتفتحي وتورينا الازايز تقولي لنا للناس لو حابه تبقى عارفين ده كل حاجه عن حاجه تشرحي لنا؟ احنا عندنا مثلا ادي انا هبدا بقى، هو لوشن ده سان بلوك. اللوشن ده سان بلوك بنحطه قبل ما ننزل الصبح طبعا، كل الناس كلنا بنحتاج نحط سان بلوك قبل ما بننزل. طيب احنا عندنا ده اول منتج. تاني حاجه عندنا السيرم بقى، السيرم اهو معرفش الكام ده، السيرم ده رقم 2. وعندنا كمان الجل. الجل بقى ده بنستخدمه برضو مره في اليوم. ايه بقى الثلاثه دول؟ هبتدي اتكلم عن كل حاجه لوحدها. اتفضلي. طبعا احنا عندنا السيروم. السيروم ده انتي ايج علشان الفاين لاينز اللي بتبقى موجوده في البشره. طيب انت عارفه احنا في بدايه العشرينات وانت صغيره خالص بيبتدي يحصل ان الكولاجين بيقل ويبتدي يقل جرادوالي خالص، فتلاقي البشره بتبان انها ضل وشاحبه وما فيهاش الاستستي، ما فيهاش مرونه، مش مشدوده كده، تحس ان انت بتبقي محتاجه ان انت بشرتك تكون فيها لمعه ونضاره، بس انت بتفقدي الحاجات دي. فاحنا محتاجين حاجه، طبعا احنا اكيد محتاجين نيوتريشن داخلي ان احنا نتغذى كويس، يبقى في تغذيه كويسه، وكمان نعمل حاجه خارجيه، نحط بقى نبتدي نهتم يعني ديلي روتين، ازاي تهتمي بجمالك وازاي تكوني كل يوم ليكي حاجه انت بتستخدميها علشان تهتمي بمرونه البشره، علشان الفاين لاينز الصغيره دي تخفيها. طبعا انا هنا مش بتكلم على التجاعيد العميقه، يعني حد عنده ساجنج ووشه تعبان قوي، هنا احنا محتاجين فيلر او محتاجين ان احنا تدخل بحاجات تانية اللي هي بتدي اميديت افكت، تدينا التاثير اللي انت عايزاه. لكن لو في شويه فاين لاينز بسيط هنا مثلا، هنا مش عارف ايه، فبنبتدي نعمل ايه؟ احنا عايزين حاجه تخلي البشره سموس وناعمه وتخليكي نضره، دي حاجه مهمه. يعني كل ست كل بنت تبقى عايزه تخرج كل يوم الصبح وشها نضر طبيعي برده،
لو في عندها ايج سبوت ولا حاجة اللي هي البقع اللي هي بتبقى بنية دي بتظهر من التعرض لأشعة الشمس أو عن طريق السن، كل الحاجات دي بتقل تدريجيا مع المنتج. السيروم احنا عندنا سيروم وفي عندنا جل، الحاجات دي امتصاصها سهل جدا وسريع جدا في البشرة، يعني بمجرد ما بتحطيها على بشرتك سهل انها تمتص. السيروم بتاعنا بيتكون من في ترو لايت بيتكون من عندنا هيالورونيك اسيد وعندنا فيتامين سي. الفيتامين سي طبعا فيتامين سي ده هو السحر بتاع البشره، يعني دايما يقول لك ايه خدي فيتامين سي او حتى تحطي فيتامين سي على بشرتك. صحيح. وفي عندنا شيا باتر، الشيا باتر دي من الحاجات اللي هي انريتش غنيه جدا بفيتامين اي وفيتامين اي. ففيتامين A و E مع بعض دول بقى سحر البشرة يا ريم، تحسي ان انتي بشرتك فيها امتلاءة، تحسي ان بشرتك نورت، انتي مثلا يشوفوا كده يقولوا انتي منورة ليه، علشان انتي عندك جلو كده على طول. جلو ده بقى مهم، انتي لما تروحي لأي حد تقولي لا بص انا عايزة بشرتي دي تبقى جلو، عايزة ابان ان انا نضرة، يعني انا ما باكلش كويس كمان بشرتي هتبقى باهتة. صحيح. فمش هتبقي حابة المنظر ده، فانتي بتبقي عايزة حاجة تبقى انت عارفه لما حد يشوفك يقولوا انت منوره كده الجلو ده باين قوي. فده مهم. في هيالورونيك اسيد، الهيالورونيك اسيد دي هي الماده المستخدمه في الانجكشن بتاع الفيلر. فدي طبعا انت لما بتيجي تحقني، حتى انت لما بتيجي تحقني بعد فتره بتكوني مواظبه على ان انت تعملي تو مينتين اللي انت عاملاه، يعني انت عايزه تحافظي على شكلك، فانت حتى لازم تحطي حاجه خارجيه، يعني تحطي الكريم خارجيه. فالسيروم في هيرونيك اسيد، في فيتامين سي، في شيا باتر، فدي مجموعه كبيره من الفيتامينات اللي البشره بتبقى محتاجاها. الحاجات دي بتقلل مع مرور الوقت البقع السمراء لانها ليها تاثير كمان على البيجمنتيشن، انت عارفه اللي بيبقى مسؤول عن اللون الغامق ده او البقع اللي بتطلع دي صبغه الميلانين. فلما بيحصل كده احنا بنعمل ايه؟ بنحط الكريم، فبعد فتره الحاجات اللي فيها اللي طالعه مش مظبوط، يعني الحاجات اللي بتيجي نتيجه التاثر الخارجي بالكريم بعد فتره 3 شهور بتبتدي تحسي ان الحاجات دي ابتدت تروح خالص، بشرتك بقت اصفى. طبعا ما ينفعش ان انت تقولي انا النتيجه من اول يوم لان دي مش هتحصل اكيد، مفيش حد، لان في ناس تقولك انا حطيت الكريم، لا النتيجه لازم تصبري عليها. هو دايما الكريم مش سحر، الكريم ده حاجه ديلي روتين انت لازم تعمليه، زي ما بتعملي اكسرسايز يوميا، زي ما بتعملي كده كمان علشان تعرفي توصلي للنتيجه دي مش اقل من 3 شهور. طيب عندنا بقى احنا قلنا اتكلمنا عن السيروم خلاص، ده اهو بصي حتى سكين ريجوفينيتنج بيعمل نضاره جمال يعني للبشره. نتكلم بقى عن الجل، الترو لايت جل. الترو لايت جل ده حلو بقى في ايه؟ ده كله طبيعي، المنتج كله طبيعي. ده بيبقى عباره عن عرق سوس مع الالوفيرا، انت عارفه الجل الصبار، مع خيار، يعني بصي حاجات كلها تعمل ترطيب فقط للبشره، وكمان تعمل تفتيح لانها، وكمان تعمل انت عارفه لما يكون عندك بيسموها ايه الحبوب، الحبوب موجوده في بشرتك، وبعدين بعد ما الحبوب دي بتمشي بيبقى في اثار موجوده لحبه شباب. فالالوفيرا من الحاجات الرائعه جدا لانها كمان مضاده للالتهاب، بتشيل انتي كمان، بتشيل لو في اي بكتيريا انتي بكتيريال، فهي بتعقم تخليكي وشك يبقى ما فيهوش حاجه من الحاجات دي، بتنظف. فالكريم كمان فيه عرق سوس، والعرق سوس بيشتغل بيفتح البشره، ولان الحاجات دي طبيعيه فهي سيف وامنه وطبعا مسجله بوزاره الصحه. انا بتكلم ان انا ممكن استخدمها، انا مثلا دلوقتي قبل ما اجيلك عملت ايه؟ حطيت السان بلوك، بعدين استنيت شويه، وبعدين قبل ما بحط الميك اب بستخدم السيرم ده كبيز. يعني في ناس كتير هما البرايمر، في ناس بتعمل كده، انا بستخدمه لان انا ما بحبش اللوك الضل، انا بحب شويه اللوك يبقى يكون فيه جلو هيلثي، الناس تشوفك تحس ان انت يعني عارفه ازاي واكله قبل ما تنزلي، يعني واخده حاجات كويسه، وانت اصلا ممكن يكون في طبيعتك، احنا كلنا طبعا اما بنخرج بره كتير بنتعرض للشمس فطول الوقت بنبقى بره مش بناكل كويس. صحيح. يعني ما بنهتمش بشرتنا ولا حتى بنهتم بنفسنا ولا حتى بالاكل، فاقل حاجه ان انت يعني تبقي على الاقل يبقى بشرتك عارفه رطبه
يعني بشرتك تبقى مضيئه، فدي حاجه كويسه. طبعا من ضمن الحاجات الحلوه في الهيرونيك اسيد انه بيحتفظ كمان بوجود الميه داخل الخلايا، فانت وجود الميه داخل الخلايا مع كمان ان احنا بنشرب ميه، فده يخلي البشره تكون فيها عارفه ما اقول لك ايه، يكون فيها الجلو اللي احنا اتكلمنا عليه، النضاره. ودي بتحصل يعني مثلا انت ممكن من سنه 25 سنه ممكن تستخدميه، لان هو زي ما احنا قلنا هم ثلاثه، فانت لو عايزه تروحي تحطي سام بلوك اوكي، لو عايزه السيرم كمان تستخدميه حلو، هتشوفي برضو النتيجه بتاعته. قبل النوم تحطي المستخلص بتاع العرق سوس اللي هو الجل، فالحاجات دي في وقت بسيط هيعمل نضاره، هيفتح لون البشره. انت عارفه كل دلوقتي كل بنت وكل يعني كل سيده بتبحث عن انها تكون اجمل، يعني تهتم بنفسها. صحيح. فخلاص، وحتى كله بيصرف فلوسه في الاهتمام دلوقتي. التجميل عمل طفره. هو دلوقتي ترو لايت ممكن، انا شايفه ان البنات والستات بيستخدموا، الرجاله كمان تقدر تستخدمه؟ الرجاله ممكن تقدر تستخدمه، خدي بالك لان كمان دلوقتي الرجاله يعني مهتمين بالتجميل. ده الرجاله بيعملوا تجميل. المنتج ده بيقدر يستخدمه الشباب؟ بيستخدموا الشباب، تستخدموه البنات، يعني المنتج كل الناس تقدر تستخدمه. انت عارفه كمان لان ما حدش بينفعش دلوقتي، احنا الحر نار، ما ينفعش نخرج من البيت غير لما نكون مأمنين نفسنا وحاطين سان بلوك، هحطه على ايدي، احطه على بشرتي، يعني ما ينفعش ان انت تخرجي كده خالص. حمايه ليكي طبعا، وكمان طب يدي ترطيب. كمان السيرم مهم جدا، لان انت طول الوقت انت لو ما شربتيش ميه شويه اتفرجي هتحسي فيه اجهاد. يعني اي حد ممكن يشتري العلبه دي يستخدم الثلاثه مع بعض، هما الثلاثه، ولا ممكن بيستخدم حاجه معينه، ولا هو الثلاثه هينفعوا معاه؟ يعني منها هتعملي بروتكشن وسان بلوك عشان يحميكي من الشمس، ومنها كمان هنستخدم السيروم علشان زي ما قلت لك البشره تبقى نضره وفيها جلو وجميله، وهتبقى مترطبه وفيها تغذيه. ومنها ان احنا قبل ما بننام ممكن بنستخدم الجل علشان خاطر الاسمرار والبقع اللي ناتجه عن التعرض لاشعه الشمس وحاجات تانية. يعني مثلا انت عندك في حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، لما بيكون عندك التهاب والالتهاب ده ما عالجتيهوش يحصل ايه؟ تلاقي المنطقه اسمرت او اسودت، ده نتيجه ان اللي حصل نتيجه الالتهاب او مثلا حكه او كذا. فده من الحاجات اللي بتفيد في كده، لانه هو من الحاجات بتاعت التفتيح، بس طبعا طبيعي، هو منتج طبيعي يعني امن جدا. نقدر نتواصل او الساده المشاهدين اللي بيشوفوكي النهارده يتواصلوا ازاي؟ يتواصلوا اكيد انا طبعا اقطع كلامك. منتج طبعا امن وتحت اشراف وزاره، ارجوكي طبعا وزاره الصحه طبعا، ده احنا واخدين ترخيص من وزاره الصحه المصريه. فالتليفونات ان شاء الله هتبقى بقى معاكم، اكيد هتنزل وهتتزاع في الحلقه، ولو حد عايز ان هو يتصل بينا علشان يحصل على كريم بيكلمنا، واوكي بيبقى الامور سهله وبسيطه يعني عن طريق التليفون. انا كنت سامعاكي بتقولي من سن 25 سنه، لو حد اصغر من 25 سنه ما يستخدمش المنتج؟ لا، هو انت لو حد اصغر من 25 سنه، اي حد معرض ان هو ما عندوش، عارفه انه اقل من 25 بقى يعملوا دلوقتي بوتوكس طبعا بيعملوا كل الكلام ده، بس انا بتكلم، انا بقول لك من سنه 25، لان من سن 25 سنه بيبتدي الكولاجين بتاعنا يقل تدريجي، يعني حتى تكوينه بيقل تدريجي. الحاجات الحلوه بتاعت فيتامين سي، لان الكريم ده فيه فيتامين سي بنسبه عاليه، فالفيتامين سي بيعمل ايه؟ بيساعد في تكوين الكولاجين والالاستين اللي موجود في البشره. كمان الحلو بقى يا ريم، انت عارفه الناس اللي بتروح تعمل جلسات ليزر فراكشنال ليزر، انت بعديها بشويه وبعد ما بيحصل هيلينج لبشرتك وكله بيبقى كويس، بعديها بفتره بتبتدي بقى تستخدمي سيرم للبشره، يعني انت ما بتسيبيهاش كده، بتحطي سيرم للبشره وترجعي تاني تستخدمي حاجه على بشرتك علشان تبريزرف النضاره اللي انت خدتيها من الليزر. ففي كل الاحوال انت بتشوفي، في ناس بتسالني مثلا يقولي طب يا دكتور هند انت بتشوفي التحسن ده بعد قد ايه؟ بالظبط، بدايه التحسن بتبقى بعد 4 اسابيع، يعني تبتدي تلاحظي الملاحظه دي بعد 4 اسابيع. طيب بالنسبه للفتره المظبوطه اللي انا اقدر اقول لك عليها النتيجه، ما تتكلميش قبل 3 شهور. 3 شهور لازم يكون في عنايه يوميه. هو انا ينفع ان انا اجيب حد على نظام غذائي واقول له مثلا في شهر هتبقى كويس او هتفقد الوزن اللي انت عايزه في شهر؟ لا،
لازم تقعديه وتديله تريتمنت مثلا فتره، تقولي لا ده انت هتعمل جيم وهتعمل رياضه وهتعمل مش عارف ايه مع اكل، هتقللي هتظبطي النيوتريشن بتاعه فهيخس. صحيح. كمان حتى الاهتمام بالبشره، يعني الاهتمام بالبشره انت بتنميه يعني مش بيجي كده بين يوم وليله، يعني لا انت بتنمي الموضوع ده عن طريق بقى طبعا دايما اقول عن طريق حاجتين، داخليا النيوتريشن الداخلي وخارجيا بيبان على الوش، مش بس خارجيا. انت ممكن يا ريم تكوني انت ما بتاكليش كويس ما بتنميش كويس، فوشك طبيعي نتيجه اللي حصل ده باين عليه الاجهاد. انت حتى لو عملتي حاجه مش هيبان النتيجه بتاعتها غير لما يكون في حاجات تانية اوريدي هي اوكي بقت مظبوطه، سبيشالي طبعا اللي داخل الجسم، يعني هما الاثنين ماشيين مع بعض، الاهتمام الداخلي مع الاهتمام الخارجي طبعا عن طريق ان احنا نستخدم الكريمات. الترطيب ده مهم جدا عشان الفاين لاينز اللي موجوده حوالين بشرتنا، ده مهم ما يبانش عليكي. هند انت نورتينا وشرفتينا، بشكرك جدا جدا. انا كمان بشكركم جدا جدا وبقول لكم استنوني بكره، بس قبل ما تستنوني بفكركم بسؤال شارع النهار مع ريم البارودي. ابعت اس ام اس على 2204 وكل ما تبعت اكتر اكيد فرصتك بالفوز هتزيد. اشوفكم بكره ان شاء الله.